مفتاح حلول والأهم بالنسبة لي أنا إنك تعرف كيفاش تنظم وقتك. تحدي مع الوقت، تخدم المناسب في الوقت المناسب. كنت نجم تشوف جامعتي مسطر الكل. مش الكونتيتي متاع لي سيري ولا لي زيكزارسيس تخدمهم، وإنما الكاليتي، معناها كيفية المراجعة. كل واحد يمشي بالريتم نتاعو، خاطر ينجم يكون هو الحاجة اللي مش يفهمها هو بثلاثة سيريات تفهمها أنت بسيريك هو. ننصح العباد الكل إنها تكون أجور، تكون صادقة بينتها وبين روحها. أنا منجم نقول لك اللي أنا جوي باهي في الفرسية والحكاية كيك، وقت أنا نعرف من داخل اللي أنا عندي دي لاكون في حكايه معينه. الموتيفاسيون هي ماهيش حكايه باش تعتمد عليها، ماهيش باش تكون عندك موتيفاسيون كل يوم. ننصحهم ما يعطوهاش اكثر من حقه، وما يقصروش في حقها. جبت 8 فصل عام، الباك بلون جبت فيه هكا، شنو باش تجيب فصل عام؟ انا ما اصل المويني ما قلت ليش باش ما تخافش باش ما يجيش ستريس. ما فلتلك شابيتر ولا خمم يطيح شابيتر ولا مهما يكون اكزرسيس صعيب، شابيتر صعيب فما دو بوان ديما سهلين. تعطيها حق. تعطيها حق. مش لازم تعطيها اكثر من حقها، اما تعطيها حق. الحاجه اللي لازمك تعتمد عليها هي الديسيبلين. باك راهو كلمه كبيره عملها المجتمع. تصور متاعي للباك في وسط الباك حاجه، وتصوري للباك بعد ما كملته حاجه اخرى تمام. فما تعب صحيح، فما شويه تضحيات، اما الحق كي توصل تلقى ريزولتا بعديك تنساه التعب الكل، وكان نلقى نعاود نعديها عملت الباك. صدقني بعد ما كملت عديت قبل اخر دفوار، من بعد اخر دفوار في الباك البرينسيبال، قلت هذا هو الباك. انا للدرجه معناتها خايفه من ورقه باش نكتب فيها اللي في مخي وكهو، معناها واللي يستنى فيا ما باش يحطمني باش يكتبني نعدي، والريزلتا مكتوبه من قبل ما تولد انا من اصله، فانا نعمل اللي عليا ونخلي البيق على ربي وكهو.